بالنسبه لهاد المشكل اللي شنا هنايا في مستشفى الحسن الثاني مشناه حتى بلاصه في المغرب. انا المستشفيات كاملين من طنجه حتى للقويره من واحد بواحد هنايا دابا قال لك سميتو المستشفى قال لك كاين واحد ثلاثه ولا اربعه اللوبيات بغا يحتكروا على هذا القطاع فسميتو هنا في مدينه اكادير. خلاو هاد الناس عندهم مسؤوليات، عندهم شوافر، عندهم تيخلصوا الضرائب ديالهم، تيخلصوا القوانين ديالهم، لان عنده سوسيتي راه عنده لي زامبو، عنده جميع القوانين ديالو. ولكن كان بواحد اللوبي كما قال الكاتب الوطني بغى يحتكر لهم هاد السوق ديال اكادير والمواطن، وماشي في صالح المواطن. في الاخر المواطن هو اللي تياكل العصا، فهمتي؟ لان الا احتكر بقى هاد اللوبي بحال هكا بوحدو قدام هنايا. دابا بالنسبه بغاو يقصيو هما تقريبا واحد 17 شركه، وهاد الشركات اللي كاينين هنا في اكادير تقريبا دابا اضعف ايمان راه خدام من سبع سنين ست سنين، فهمتي؟ ربع سنين خمس سنين ست سنين سبع سنين، كاين اللي عنده 17 عام تيالله بان لك باغي تقصيه يلا. وماشي زعما كان عندهم تمن الاسطول، راك تشوف الاسطول كيفاش عندهم جديد مخرجين الاسطول. اقل ايمان في هذه السيارات هنايا راه دايره 40 مليون ابار على الماتيريال اللي راك سميتو. وهذا السيد اللي شاري جوج سيارات وعاد بيرو ديالو هي 100 مليون، ها جوج سيارات حنايا هي 100 مليون، وشنو نقصيو ها باش نخدموا لوبي ها؟ ولكن محمد السادس سيدنا اش قال؟ باغي يساعد المقاولة الصغرى الشباب. دفتر التحملات بالنسبة حنايا تنقادو في دفتر التحملات على الصعيد الوطني، فهمتي؟ باقي حنايا حد دفتر التحملات اللي شناهو داروا ليه التمديد هنا بالنسبة للجهة ديال أكادير سميتو ها. وبالنسبة لهاد السيارات كاع اللي عاد سميتو ما دايرينش الطريفة ديالهم وما دايرينش شناهو، تيهزوا بواحد الثمن خيالي، فهمتي؟ اللي تيطحنوا في المواطن، وهذا الشيء اللي باغين هاد الناس. ودابا المستشفى ما عندهاش حق، لان حنايا ما محسوبينش على وزاره الصحه، حنا محسوبين على شركه، كله الشركه ديالو، حنا شركه هما وزاره الصحه. هو ما عندوش انا حق باش غادي يجي بحال هكا معيط عليا العائله باش غنجي نهز باسيون من السبيطار ويجي هما يحبسوني. لا ما تهزوش، كاينين هاد الشركات هما اللي خدموا. لا ماشي خدمه هادي ها، خدمه الداخليه، خدمة سميتو، إما هاد الخدمة بعيدة عليها. وحنا ضد الاحتكار وضد الحقرة، وهاد الناس بغاو يحتكروا هاد الناس شنو شافوهم قلال وشنو بغاو يحتكروهم وحشومة. هادو لوبي بغا يسيطروا على القطاع. هاد الناس عندهم شركات، عندهم عائلات، خدامين معاهم ناس تيترزقوا على الله، بيصبحوهم لا شيء، بيصبحوهم قاعدين. الناس ما بقاتش خدامه، اش بغات تمشي دير؟ كاين اللي خدام ست سنين، كاين اللي خدام ثمان سنين، يلاه بان لك دابا بدات تعزل. هذه رساله للرئيس المجلس البلدي ديال اكادير، يلاه بان لك دير الغربله لصالح ناس ديالكم انتوما. هذا الشيء راه ما معقولش، حنا راه نقابه غادي نبقاو في النضال من اجل هاد الناس هادو. والانسان راه تيموت على رزقه ولا على ولادو، الشروط اللي فيه ما متبقيناش اصلا دروكا. كاع الشروط اللي كاينه كاينه عند هاد الناس هادو، سيارات جداد قل من خمس سنين، عندهم الوسائل، عندهم البيرو، عندهم المكازا، عندهم كاع داكشي اللي تتوفر عليه الشركات كلهم عندهم. ولكن كاين عامل اقصاء، هو اللي كاين عامل اقصاء ضد هاد المهنيين، هما تيتعرضوا للاقصاء. ودابا قدامكم غنديروا تجربه، عندنا حاله انسانيه ما عندهمش الله يكون في العوان، غادي يحبسوا هاد سيارات الاسعاف اللي هي دايره كونفونسيون مع جمعيه التعاون معها بيضتيوها فابور، وغادي يحبسوا ويعيطوا لواحد يعيطوا ليه يجي يديه ب 500 درهم. واش هادي كاينه في بلاد القانون؟ فينا هو المواطن؟ هاد الشيء حاله في المستشفى الجامعي، في المستشفى الحسن الثاني الجهوي، راه لا يعقل. واش انت وليتي خدام عند هاد الشركات؟ الشركات قاعدين وتعيط لهم تقول لهم اجيو تشوفوا المريض ها بشحال ب 500 درهم ويخليو داك اللي بغا يدي السيد فابور وبغا يتعاون معاه. كاينه جمعيه السرطان، كاينه جمعيه ما عندهمش الناس، هاد الناس ما يتعاونوش معاهم. جيت للمستشفى الجهوي ديال الحسن الثاني ديال اكادير، وكنتعرض لواحد الاحتكار، وجيت انني عندي واحد الحاله اسوسيال
يعني الناس ما عندهمش ما فحالهمش بهذه الصيغه. واحد الجمعيه كتعيط ليا انني خصني نتكلف بواحد المريض نديه ندير ليه واحد تي دي ام اوردو لبلاصتو. ملي جيت لهاد لوبيتال جيت انني هادي نمشي ندي هاد المريض ندي ندير ليه واحد سكانين ونردو. كنتعرض للسيكوريتيات في الباب كيقول لك انه هما عندهم تعليمات من المدير ديال المستشفى الجهوي ديال اكادير كيقول لهم انه حنا عندنا تعليمات من الجماعه ومن المندوبيه الصحه ديال اكادير. راه عندهم تعليمات انه هاد اربعه الشركات فقط اللي عندهم الحق يهزوا من لوبيتال ديال حسن دو، ما عندش الحق حتى شي حد اخر يجي يهز. انا كنجد وزير الصحه ورئيس الجامعه ديال اكادير ومندوبيه الصحه ديال اكادير كنشدكم بواحد الحقاديه انه واش كاينه شي جماعه عندها السلطات انها باش تحكم في وزاره الصحه. هذا مستشفى جهوي شد من داخل الصحراء حتى لاكادير وفايت غادي حتى لصويره. حنا كصفتنا مواطنين وحاسين بالمواطنه ديالنا وسيدنا الله ينصرو انه كيدعم المقاولات الصغرى، دعمنا بجميع الوسائل. يعني حنا ما كنطالبوا الا بحقنا. السبب ديال هذه الوقفه، السبب ديال هذه الوقفه اننا حنا جينا كنطالبوا اننا هذه الحاله هذه اللي جيت تعرضت لها انا شخصيا، جيت انني هاد الناس هادو هاد الجمعيه هذه كنتعامل معاها بعامين هذه وانا كنتعامل معاها، وجيت عندهم قالوا لي اودي راه عندنا واحد الحاله راه حاله انسانيه راه ما فحالهمش، بغينا نهزوهم ونديروا لهم واحد سكانير برا ديال لوبيتال حيت لوبيتال ما سمحوش لهم يديروه واخا هو ايرجون. قلت لهم اودي ما عنديش مشكل، راه انا عندي واحد عندنا واحد الاشكال، راه كاينه واحد لا ليست دايرينها الناس هادو ديال اربعه الشركات. ملي جيت كنتعرض للسيكوريتي ملي قال لي انك انت ما عندكش الحق تدخل تهز هذا المريض. علاش ما عنديش الحق نهز هذا المريض؟ لا انت ما كاينش في هاد لا ليست وما عندكش الماتريكول ديالك، ما عندناش هنايا باش تدخل تهز هذا المريض مزيان. ولكن انا اللي بغيت نفهم هو هذا اللي اتخذ هذا القرار ولا اللي حط هذا القرار كيفاش كتفكر؟ واش كتفكر للمواطن ولا كتفكر للشركات؟ حنا سؤال بسبب علاش درتي هذا الشيء؟ حنا بينا نعرفوا واش كتفكر للمواطنين ولا كتفكر للشركات؟ وحنا خدامين بالقوانين ديالنا، بالخدامه ديالنا، بالضرائب ديالنا، وما عندنا حتى شي حاجه كتخارق القانون. لا من السيارات ديالنا، لا من الضرائب ديالنا، لا من يعني إلا كانت شي حاجه كتخارق القانون، حنا مستعدين نطيحوا للحسابات. حنا مستعدين أي حاجه دارت في القانون حنا مرحبا بها. هذا